فلفل ما يحرق سترونج. ايوه ايوه اوكي. كلكي راها كلكي بيبي فيلفي جبلان ترويكي نود نوم وجاو دمبا دمبا بوغوكي. السلام عليكم. حاليا احنا موجودين في مطار عمان مسقط الجديد. تحدي متحمسه. اليوم احنا رايحين الى كيرلا. اوكي، اول انطباع لي عن هذا البلد او اهل البلد. ناس نظاف، very friendly، بشوشين. كنت أسوي الفيزا وأضحك وأستانس مع الشخص اللي قاعد يخدمني، يعني فما شاء الله عليهم. مستعدين نروح مع بعض المغامرة. هذه هي الطبيعة في كيرلا، جميلة جميلة جدا وجوها حلو بصراحة. يعني أوكي في رطوبة بسيطة ولكن الجو جدا جدا جميل. يكفي صوت خرير المياه، حبيتها خرير حلوة. بقول لكم شيء عن كلمة كيرلا. يقولون ان في السابق كان العرب يجون هني للتجارة، فلان فيها خيرات كثيرة من سبايسز اقمشة وغيرها، فسموها خير الله. فجاي الاجانب كانوا يسمعون الناس كلهم يقولون خير الله خير الله، بعدين سموها كيرلا. ايش رايكم هاي المعلومة؟ جاك فروت، هذا ساق البامبو. اوكي احنا الحين عند شلالات اثربيلي وزحمه زحمه زحمه مثل ما انتم شايفين، وايد ناس سياح. السياحة الداخلية هنا ما شاء الله عندهم شغالة. في بعض القردة الحين ما أعرف وينهم، قالوا لي حاسبي على موضوع الكاميرا، بس أبيكم تشوفون الجمال اللي أنا أشوفه الحين. شلالات أثير بلي هاي مفروض أن فيها كل البهارات أو خمس بهارات. يتغير طعمها. قرفة الحين اول هيل قريب شرب شوي. هذا جينجر كوفي. جينجر كوفي very nice. مهدي يوم كدي جبيبي مكة ينا بني ناتي. عملية ارتداء الساري. ونود نوم وجاو دمبا دمبا بوغو كيلكي. It's a new day. For the hot weather. الحين احنا ركبنا الجيب. الحين احنا وصلت مزارع الشاي. احنا الحين موجودين في قرية قريب من الفندق اللي كنا فيه. هذه القرية موجودة وسط مزارع الشاي. النساء اللي انتم شايفينهم هني راجعين الان من المزارع وجايبين معاهم اوراق الشاي. هذول كلهم اوراق الشاي ياخذونهم بعدين للمصنع ويبيعونهم. هاي الطريقه يسترزقوا وفي نفس الوقت يعني يستفيدوا من كل هاي الطبيعه اللي موجوده قدامهم. المنظر الجميل. تبون نروح نشوف اشياء ثانيه؟ يلا. مانيكا ملرا يا بوبي مهدي يوم كدي جبيبي مكينا. I am in Thekkady and this is the view from my hotel. ليلسيدنا نحن الحين وين؟ مزرعة الفلفل.
فيلا ما هدي يوم خديجة بيبي انت عاش اليوم غدانا رح يكون غدا هندي أو كيرلي تقليدي. رح ناكل على ورق شجر الموز the banana leaf. ترقبوا الغداء جميل. كراها كليكي بيبي فيلفي جبلا ترويكي ونودو نومو وشاو دمبا دمبا بوغو كليكي راها كليكي بيبي فيلفي جبلا كليكي. So now we'll try كيرلا حلوة. كلنا حلوة. نم كلا تيره فو نم كلا باها سلوكو نم تا پشت درو كلا كليكي برودو زابا باها بازا باها موا مرقصا باها باها. حاليا انا في ألبي وقاعدة اشوف غروب الشمس. الحين رايحة إلى تجربة جديدة, شيء اسمه هاوس بوت. شيء تقليدي موجود هنا عندهم في كيرلا, هو عبارة عن بيت على سفينة. What do you think about Omani people? Good people. Omani people are very nice people. The way they behave, the way they handle people, the respect what they give us is something a lot actually we have learned. شوف الأمانيين ما شاء الله عندهم أخلاق طيبة, ناس طيبين, زي ما تقول يعني احترام, أوكي, وعزة والكرامة زي ما. أمان أنا 8 سنين داخل أمان, ما شاء الله زين, براسين وبابا كابو زين, نزيفان واحد ربي واحد. وبكذا تكون خلصت رحلتي الجميلة إلى كيرلا. شكرا لمتابعتكم, وإذا حبيتوا هالفيديو وحابين تشوفون فيديوهات ثانية لي في السفر وغيره, لا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. سلام. Hi, welcome to Kerala, and we have Najla and Nia, okay, from Oman. They are both of them. They are working in the social media, and they are the famous bloggers. And it's our pleasure to host you on behalf of Grace Savarkar. And we thank you for being with us for this trip. Let's explain how was the trip. You know, how you feel, you know, experience. Can you share your experience, Kerala? تجربتنا من الرحلة وايد كانت حلوة صراحة. اكتشفنا ان الهند او كيرلا لها جانب احنا ما نعرفه. الجو كان حلو, الريزورتس الفنادق اللي رحناها كانت جدا جدا جميلة. انصح اي شخص يجي يروح منطقة يجلس فيها 3-4 ايام عشان يعني ما يتعب نفسه بالطريق, لان كل منطقة تبعد عن الثانية 3-4 ساعات. فالواحد يحتاج راحة في كل منطقة, ويحتاج إنه they take their time, يعني ياخذ وقت إنه يكتشف المنطقة, يسترخي, الجو حلو, الناس طيبين. I like that about the people. الناس جدا جدا مضيافين وحبوبين وطيبين. ف definitely هذه مو آخر زيارة لي لكيرلا. بس شابين شو أزيد, she said everything. الشيء اللي أبغى أزيده قبل لا تحكم على الشيء, أنت تعال بنفسك وشوف وعيش وجرب, بعدين احكم على الناس. لا تسمع أي شيء قبل ما تشوفه. وشكرا, إن شاء الله تكون لنا زيارات ثانية في كيرلا.